واحد بيقول كيف ذهب بولس الرسول إلى الفردوس بالروح أم بالجسد؟ هو قال في الجسد أم خارج الجسد؟ لست أعلم، الله يعلم. فعايزني أنا أعلم؟ أما هو نفسه قال لست أعلم. وبعدين بيقول كيف شاهد الأنبا أنطونيوس روح الأنبا أمونيوس بالروح أم بالجسد؟ في رأي بيقول إن الروح تأخذ شكل الجسد، فربما رأى روحه وشكلها شكل